أولاً أشكر كل من حضر في هذا الجبهة وكل من ناضل فيها وصمد فيها. تعرف جبهات البيضاء خصومها جيداً، لكنها حين تطلب العون بما تحتاجه. طلعنا لنا 8 أشهر صامدين في المحاجر ومواجهين بسلاحنا الشخصي ولن نقصر، وأنا طالب من كل من يهمه الأمر أن يقوم بواجبه. تضع الأمر تحت الاختيار وليس جبراً، كما هي الحرب المفروضة عليها. في قرى البيضاء المتباعدة تحدث الاعتداءات وتدور المعارك ولا تعرف تفاصيلها، ومن بين ذلك ما أقدمت عليه الميليشيا حين استدعت الشاب بسام صومل، ولأنه رفض التجاوب مع عناصرها حاصرته النيران مع والده في المنزل، ولم يفرج عنه إلا وقد أصبح جثة مع شخص آخر وجرح والده. الكثير من أبناء البيضاء يجدون أنفسهم وسط المعركة، وقد تخلوا عن حياتهم الطبيعية التي يريدون الحفاظ عليها من خلال الأحاديث عن السياسة وعن أمل العثور عن حل قادم. ولا نامل ماخذين حضورنا من هذا الهجر الذي وهو جنيف 2 الفاشل. من الحوار مع ثقتهم أن الطرف الآخر ليس جادا في السير على طريق السلم، وهو ما تؤكده الميليشيا في قرى المحافظة أو في مركزها، فقد قامت دورياتها بمحاصرة العديد من المنازل، واقتحمت منزل المدير العام لمكتب الأوقاف عبد الله السوادي ومنزل عضو المجلس المحلي ناصر عرمان وغيرها من المنازل. تتخبط الميليشيا في جبال وسهول المحافظة، وفي اعتقادها أنها بذلك ستتمكن من إطفاء جذوة مقاومة كانت السباقة في إعلان مواقفها ضد مشروع الميليشيا وضد أطماعها.